السلام عليكم اخوان الكرام، خوتي خواتاتي، تحياتي لكم كاملين. واحد القضيه بزاف الناس كيبغيو يديروا اغاني في ستوريات في الانستغرام وما كيطلعوش لهم الاغاني. المهم ان نوريكم كيفاش هذا البلان هذا. تبعوا معايا الفيديو ومرحبا بكم كاملين. مثلا ندخل ندير شي ستوري، مثلا نعزلوا هاد الصويره هادي، نظهروا بلاصه ميوزيك فوالا. غادي نكتبوا مثلا ساحه مجرات، نوركو ما تيطلعش يطلع والو كاع. نبدلو مثلا نديرو مثلا كونزا، مثلا ما تيطلعش. المهم اخوتي غترجعوا بحال هكاك، غدخلوا للكونت ديالكم، البارامتر الفوق تمايا في البارامتر، غتوركو على البارامتر تمايا، تهبطوا الكونت فوالا، غتهبطو غديرو ديك الزرقاء اللولانية شونجي دو تيب دو كونت، غتوركو على اللولة باسي ان كونت بيرسونيل. اون فوا غتوركو عليها غديرو ديك باسي ان كونت بيرسونيل فوالا، غتبقى تشارجا فوالا. دابا مزيان نرجعو نلوح مثلا تي ستوري، مثلا نعزلو هاديك، ندخلو نديرو ميوزيك مثلا ساعة المجرات فوالا. دابا طلع الاغاني كاملين طلعو، مثلا باش نبدل مثلا لارتيست نديرو مثلا كوزا فوالا، كيطلع لينا هنايا. المهم اخوتي لي استفدت من هاد لا فيديو هادي، بارطاجي مع خوت كاملين، وتحياتي ليكم، بيس.